السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، مع مراجعة مادة التاريخ هنبدأ بمجموعة أسئلة مهمة عندنا في مادة التاريخ. أول سؤال بيقول: من مبادئ قوانين حمورابي معاقبة كل من يخطف الأطفال أو يجري عملية جراحية تؤدي إلى وفاة مريض أو بنى بيتا وانهار، تدل هذه الفقرة على معرفة العراقيين بعلم. عندنا الفلسفة، الطب، الفلك، الكيمياء. طبعا احنا عندنا هنا مفيش جملة يعني تشير إلى علم الفلسفة. بالنسبة للطب هو بيقول لك يجري عملية جراحية تؤدي إلى الوفاة، دليل إن هما كانوا بيجروا عمليات جراحية في هذا الوقت. الفلك والكيمياء مفيش حاجة تدل عليهم، فالإجابة هتبقى علم الطب. السؤال التاني بيقول: أولى دول العراق القديم اهتماما بحقوق الأطفال كانت الأكادية، الآشورية، البابلية، الكلدانية. طبعا احنا عارفين ان كان أولى الدول العراق القديم اهتمام بحقوق الأطفال كانت الدولة البابلية. مدينة فينيقية جمعت بين الازدهار التجاري والفني والمعماري. مدينة فينيقية جمعت بين الازدهار التجاري والفني والمعماري. طبعا عندك مدينة جوبيل، سور، صيدا، أوغاريت. طبعا احنا عارفين ان اشهر مدينة جمعت بين الازدهار التجاري والفني واشتهار العمارة فيها كانت مدينة أوغاريت. زاد النفوذ المصري في سوريا أثناء عهد الأسرة التاسعة عشر، وزادت العلاقات الإيه؟ عندك الاقتصادية، العسكرية، الثقافية، الاجتماعية. احنا عارفين ان في عهد الأسرة التاسعة عشر النفوذ كان في مصر بينها وبين سوريا والحضارة الفينيقية كان اقتصادي، أو علاقات اقتصادية متبادلة بين الدولتين. خمسة: لكي تكون جميلا لا تقضي على جمال الآخرين، العبارة السابقة لم يطبقها الملك مين؟ نبوغس نصر الثاني، سرجون الثاني، سنحريب، ولا حامورابي؟ احنا طبعا عارفين ان اللي قام بهدم حدائق بابل المعلقة وتدميرها كان سنحريب. هتبقى الإجابة رقم ثلاثة، سنحريب. السؤال السادس بيقول: دار الوثائق في بلاد العراق القديم كانت ايه؟ الدار الوثائق اللي كانوا بيحفظوا فيها الوثائق في بلاد العراق القديم: المعبد، القصر الملكي، برج بابل، حدائق بابل المعلقة. طبعا احنا عارفين ان كان المعبد هو دار حفظ الوثائق في بلاد العراق القديم. السؤال السابع بيقول: تفوق التلميذ على الأستاذ في صناعة الزجاج، ظهر ذلك من خلال العلاقة بين فينيقيا ومصر، اليونان وفينيقيا، العراق ومصر، فينيقيا والعراق. طبعا احنا عارفين فينيقيا ومصر كانت برضو خدت بلاد فينيقيا من مصر صناعة الزجاج، وأبرزوا تفوق كبير جدا في فن وزخرفة الزجاج. يبقى الإجابة فينيقيا ومصر. السؤال الثامن بيقول: تم الاستعانة بالخبرة الأجنبية وجلب منتجات أفريقية إلى مصر في عهد الملك مين؟ تحتمس الثالث، رمسيس الثالث، نيخاو، وسنفرو. طبعا احنا عارفين ان الملك نيخاو هو اللي أرسل بعثة من الفينيقيين للدوران حوالين أفريقيا، و في الوقت ده جلبوا العديد من المنتجات الأفريقية من المواني اللي كانت موجودة على السواحل الأفريقية في الوقت ده. يبقى الإجابة الملك نيخاو. السؤال التاسع بيقول: عنى الملك البابلي حامورابي خلال عهده عناية خاصة بالأمور الإيه؟ الشؤون الزراعية، الشؤون الصناعية، الشؤون الدينية، الشؤون التجارية. كلنا عارفين إن حامورابي اهتم وعنى بالشؤون الدينية. السؤال العاشر بيقول: كان الغرض الأساسي من كتابة الملك حامورابي لقوانينه على حجر صلب
تخليد أعماله القانونية والتشريعية، إظهار عظمته وصفاته، إظهار الشكر للآلهة، ولا الحفاظ على الوحدة السياسية للبلاد. طبعا تخليد أعماله القانونية والتشريعية لأنه سجل هذه القوانين على حجر صلب عشان يفضل باقي حتى وقتنا هذا. السؤال 11، تأثرت الطبقة الدنيا في بلاد العراق القديم بالعلاقات التجارية مع الدول الأخرى، نظام ملكية الأراضي للأفراد، السياسة الخارجية لبلاد العراق، التواصل الحضاري مع الدول المجاورة. طبعا احنا عارفين ان تأثرت الطبقة الدنيا في بلاد العراق القديم بالسياسة الخارجية لبلاد العراق. السؤال 12 بيقول، كانت الطبقة الأكثر نشاطا من الناحية الاقتصادية في بلاد العراق القديم، العليا، الوسطى، الأستقراطية، العامة. طبعا الطبقة الوسطى لأنها كانت بتضم التجار والصناع. من مظاهر تعدد الآلهة في بلاد العراق القديم، تقديس الظواهر الطبيعية، الاعتقاد في البعث والخلود، الاعتقاد في الحساب بعد الموت، عبادة الإلهة عشتار. طبعا من مظاهر تعدد الآلهة ان هم كانوا بيقدسوا الظواهر الطبيعية، وهي كتير جدا ومتعددة، عشان كده تعددت الآلهة في بلاد العراق القديم. السؤال 14 بيقول، عرف نظام دويلات المدن في العراق القديم لأول مرة على يد السومريين، الأكاديين، البابليين، الآشوريين. طبعا احنا عارفين نظام دويلات المدن في بلاد العراق القديم عرف في عهد السومريين. ارتبطت المعتقدات الفينيقية بحرفة الصيد، الزراعة، الصناعة، التجارة. طبعا احنا عارفين ان المعتقدات الفينيقية معظمها كانت مرتبطة بحرفة الزراعة. تحول الخدمة العسكرية في العراق لتكون دائمة ادى الى زيادة اعداد الطبقة العليا، الوسطى، الدنيا، الخاصة. طبعا ان اعداد كبيرة تحولت للخدمة العسكرية في بلاد العراق ادت لزيادة الطبقة الوسطى. ولحد هنا نكون انتهينا من مراجعة الجزء الخاص بمادة التاريخ. السلام عليكم.